دلوقتي مشاهدينا هنروح لموضوع تاني ومهم جدا، لأنه بتعاني منه كتير من الأسر، وهو كذب المراهقين. ودي مرحلة معينة في العمر بيسميها العلماء مشاكل المراهقة، وبيكون من أبرزها مشكلة الكذب. وبخصوص المشكلة دي، موقع نيوبورت أكاديمي نشر دراسة حديثة قالت إن 75% من المراهقين بيكذبوا، وأغلبهم بيكذبوا بمعدل 3 مرات في اليوم. الكذب بيكون في ذروته خلال المرحلة العمرية ما بين ال 13 سنة وال 15 سنة، وإن المشكلة الأساسية زي ما قال الخبراء هي عدم قدرة الآباء على التعامل مع كذب أبنائهم المتواصل، وإن المراهقين بيتجهوا للكذب بسبب التغيرات الجسدية والنفسية اللي بيعيشوها في المرحلة العمرية الصعبة دي. خلونا نعرف إزاي نواجه كذب المراهقين ونتعامل معاه بطريقة صحيحة من الدكتورة نور كمال، أخصائية نفسية وتعديل سلوك. صباح الورد على حضرتك. صباح النور، أخبارك إيه؟ الحمد لله. كنا عايزين نعرف من حضرتك أو تقول لنا روشتة التعامل مع كذب المراهقين بطريقة طبعا صحيحة يعني. طيب، اولا خليني نقول الاول اسباب الكذب بتاع المراهق ايه. في اسباب كتير جدا عندنا، بس اهم اسباب للكذب المراهق ان هو بيبقى عاوز يحمي نفسه، مش عايز حد ينتقده، مش عايز يحس بلوم، بيحاول يتجنب العقاب، وساعات كمان بيبقى خايف من خيبة الامل. غير كمان ان المراهق ما بيبقاش عنده طول بال ان هو عاوز، مش عايز يسمع خطابات بقى اخلاقيه، وانك ازاي تبقى قد المسؤوليه، وانك لازم تتحمل مسؤوليتك، وبيبقى عنده عدم تقبل لنتيجه فعله. هو عارف ان هو غلط وعنده عدم تقبل ليه، فعشان كده هو بيحاول دايما ان هو يكذب. من الجوانب بقى النفسيه، هو نظرته والضوابط بتاعته والقواعد بتاعته كلها بتبقى مختلفه، بيبقى دايما عاوز يجرب حاجات جديده. معظم الحاجات الجديده اللي هو عاوز يجربها دي بتبقى حاجات ممنوعه، فكمان بيبقى عاوز يكذب عشان خاطر يجرب الكلام ده. بيبقى عنده تحدي واثبات لنفسه، اللي هو لا، انا هبقى فاهم اكتر من اهلي، انا هبقى عارف، يعني هعرف الف وادور عليهم ومش هخليهم يبقوا فاهمين ان انا بكذب. صحيح. فده كلها بتبقى اسباب بتخليهم يكذبوا. الروشتة بتاعتنا بقى ان احنا عاوزين الموضوع ده يقف، وخصوصا ان هو بيبقى معايا من وقت الطفولة، ولما بيكبر بيبقى الحكاية اكتر تعقيدا. ان انا لازم افهم سبب الكذب اللي هو بيكذبه ده ايه، وادخل معاه في حوار وتواصل يكون هادي وبعيد جدا عن اخطائه. يعني احنا بنبدأ نفهم انت اصلا ليه من الاول كذبت، عشان يبقى الحوار اللي بيني وبينه حوار فعال. تاني حاجة، ان انا لازم اغرس في قيم الصدق والاهمية بتاعت ان احنا نقول الحقيقة، وان احنا ما نكذبش من هو صغير. اعوده ان هو يتحمل مسؤوليته. اكتر حاجة بتخليهم يكذبوا ان هم مش عايزين يتحملوا مسؤولية نفسهم، فاحنا لازم اخليهم يتحملوا مسؤوليتهم. وبعد كل ده، عملت كل ده، لازم بقى افرض في البيت عندي قواعد وقوانين صارمة جدا للتعامل مع الكذب. صحيح. على كل بيت بقى، على حسب ما بيبقى القواعد بتاعته، وعلى حسب دخلات ولادهم. طب عايزين بقى نعرف ازاي الاباء يقدروا يكسبوا ثقة ابنائهم ويكون في لغة مشتركة، يعني مشتركة للحوار ما بينهم. دايما الطفل بيبقى حاطط، او المراهق يعني بيبقوا حاطين الاباء ده في حتة ان هو شخص دايما بيسأل، دايما محقق، دايما بيحاول يورينا ان هو انا الاكبر، انا المسيطر، انا اللي في ايدي كل حاجه، انا اللي اقدر اكشفك، انا اللي اقدر اعمل، انا اللي اقدر اسيطر. ده غلط ولا صح؟ ده غلط جدا. انا لازم خلاص في سن المراهقه انا ببقى صاحبه اكتر، فالصاحب ده ببعد خالص عن دور ان انا محقق. ما ينفعش خالص ابين له انه انا اللي هفضل اسال، وان انا عايز اكشفك، وان انا عايز افضل ماشي وراك. ده ما ينفعش، لازم يبقى الحوار اللي بيني وبينه حوار هادي، واسمع اكتر، احاول افهم افكارهم عامله ايه، لان هم افكارهم بقت مختلفه تماما، وكل مره يعني كل فتره. دلوقتي اصلا الزمن مختلف تماما كمان، يعني كل فتره الافكار بتبقى مختلفه تماما. صحيح. فلا، لازم اقرب من افكاره، افهم الدنيا، وافضل بالقيم والمبادئ بتاعتي، بس بحاول ان انا ايه يبقى في توافق فكري بيني وبينه. غير ان انا ببني الثقه بيني وبينه من هو صغير، لازم احافظ على اسراره من هو صغير. صحيح، دي ضروري طبعا. بالظبط. اي وعد بوعده بيه لازم انفذه مهما كانت الوعود عشان انمي الثقه ما بيننا يعني.
بالظبط، حتى لو كان الوعد صغير جدا لازم برضو أنفذه. صحيح، عظيم جدا. احنا في النهاية بنشكر حضرتك جدا دكتورة نور كمال، أخصائية نفسية وتعديل سلوك، شكرا لحضرتك جدا.